حلو زي الفل. والثوم ما يتحمرش بتاع الفول، حطيه بس يشم النار. اجهز المعلقه بتاعتي والمغرفه عشان سريعا. حلو، اللهم صل على النبي. مش بنعمل طشه ملوخيه احنا، خلي بالك. دي القطه متقطعه جاهزه، تفاصيل طبق الفول. بتيجي الناس من اخر الدنيا تاكلوا عندنا في السحور، بنلاقي في كل مكان دلوقتي الحاجات الحلوه، تفاصيل شهر رمضان الكريم عندنا، وخاصه في مصر السحور في كل مكان بتلاقي عربيه الفول واقفه. الراجل مش بيعمل حاجه، هم شيت الفول بس، اللمه بقى والقعده، واللي بيتسحر على واقف على العربيه حاطط الفول على الكبوت بتاع العربيه، قاعدين في الشارع على اي كرسي عادي، بس الموضوع ده بيبقى له، وقاعدين في اماكن حلوه وكل حاجه، بس اللمه هي اللي هنا بتفرق بقى. التفاصيل الصغيره ديت وان احنا نجتمع مع بعض على السحور ده اللي بيفرق. معايا طماطم، الفول بتاعنا في القدره معانا كل يوم ان شاء الله، خلي بالك هتزهقي منه. شفت انا بعمل ايه يا شباب؟ شويه فول. انا بحب، انا اعرف ان الرجاله بتخش المطبخ في السحور بالذات تعمل طبق الفول. الراجل يحب يعمل طبق الفول ده بمزاج. عينيا زي الفل، الله يبارك لك. شويه الفول دولت على نار كده، في السحور بنلاقيه، على الفطار بنلاقيه، فقير بياكله، غني بياكله، امير بياكله. كل ده طبق الفول بتاعنا، ولكن تفاصيله في مصر هنا له طعم تاني. والله العظيم الفول في الاماكن كلها اشكال والوان، بس نلاقي القدره كده والراجل واقف وجابه الناس، والبصل الاخضر والعيش البلدي بتاعنا من الفرنه، الجو الحلو ده كده زي الفل. انا حطيت شويه الكمون ما سبتوش يغلي على النار، وشويه الملح. تمام، زي الفل يا عم الشيف. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اللهم صل على النبي. هتسيب الفراخ وتاكل الفول، صدقيني والله اللي انا بقوله لك ده انا بحسه. اللهم صل على النبي. نمسح الطبق كده ونروقه.